يقول يقول لي اكو ريحه جثامين مال داعش جوا على مود هيجي على مود ريحه جثه على ما تقدر بعيد بس ولا مش بعيد؟ طيب يلا بس صور يلا شباب دكتور جثه متفسخه خلاص نسد اسنان يلا صور هذو يا شباب دو يا شباب قدامك ايوه اللي بارد عليه هذا تمام نحن الان تحت تحت المزار نبي يونس هذا شيء نحن الان تحت مزار النبي يونس وهي انفاق التي حفرها الجماعه يا الله الرحمن برو يا كيف هذا هذه أنفاق التي حفرها جماعة الأربعة خمسة جباكم هاي كلها طين هاي نالة ها؟ نالة لا ارجع خلي فوت الدكتور منا الدكتور تير خلي فوت قدام ابو عاش تعال لسه كده بسم الله الرحمن الرحيم نسولنا نعم لا ما في مشكله بسم الله الرحمن الرحيم هلا بسم الله الرحمن الرحيم الو اسمع بسم الله الرحمن الرحيم بعدين اخابركم ماكو شبكه هذا الثور المجنح هذا الثاني وهذا الثاني وراك سجل ما ابدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخونا لنا مسلم المدينه القديمه مسجد سيدنا يونس عليه السلام ورانا هنا يعني مشينا في الممرات طويلة وضيقة وده ما يسموه بالثور المجنح we're in the old city underneath the mosque of Prophet Genoa and have gone through many tunnels to find this ox with two wings one on this side and one to the other side here you can see it here this is his legs the front and this is his legs at the back legs one two is his belly this is his front leg you can see it I think his head is cut off وده قدم الرجل الأمية جسده وين الرجلين الخلفيتين كذلك هنا في هذه الناحية ثور مجنح آخر الناحية دي نجد فيه أيضا اللي هو البطن بتاعته leg and the other leg this is the other second flying ox with the two wings with the two legs here front and back and here this is the back the two back legs here and this is actually the front but we cannot see his head is missing this is the old city underneath the mosque nearby the mosque
of سيدنا يونس عليه السلام جنوز موسك. هو ده جسم الثور وده الرجل الأمامية وهنا الرجل الخلفية. الرائحة كريهة جدا جدا جدا. It's a very bad smell because the dead bodies in this place. الرائحة كريهة جدا لأن هناك جثث معفنة في هذا المكان. نمشي كده أهو. فلشت؟ فلشت. خلصنا؟ يلا. والسلام. أتمنى يمكن عشان هاي الانفاق اللي تحت المدينة الأثرية تحت المزار مرقد نبي يونس عليه الصلاة والسلام. دخلنا هذا النفق وشفنا الثور مجنح، اكو عدد اثنين، الرأس مفقود ولكن بقية الجثة موجودة، الريحة كريهة وهذه بسبب الأشياء الجثث اللي كانت موجودة هناك. دوران وها بارد دوران وها نعم بندل خلاص. هنا لا لا شمال برياب يا بلاني كمان برد 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 هاي مال المرقد كان هاي حديده ايه مال باب ايه.